طيب خلونا نعرف هو بره بيحصل ايه. زميلنا اسر حسين المحلل الرياضي العائد من انجلترا، هو في انجلترا بيحصل ايه يا اسر؟ يعني قول لي من اين البدايه لو اردنا ان نطبق ما يحدث هناك. حد بعت لي قال لي بره في ابلكيشن الشباب الصغير ممكن يحط يعمل ابلود على الفيديو بتاعه على الابلكيشن دي عشان اكتشاف المواهب. كيف تكتشف المواهب؟ القصه بتمشي ازاي يا اسر؟ مساء الخير استاذه لميس على حضرتك وعلى جمهورك. مظبوط، يعني حضرتك دي هو اللي فعلا بيحصل بره، ونتمنى يكون عندنا في مصر، احنا مش اقل من اي دوله ثانيه. هقول لحضرتك مثال بسيط يتعلق بنادي حتى مش بمنتخب. يعني طبعا البنيه انك تبني من تحت تحتاج مشروع قومي من فوق خالص انك تبدا القصه وتطور لعيبه، لكن مانشستر يونايتد على سبيل المثال فريق عظيم في انجلترا لقاعده جماهيريه كبيره، اكثر ثاني فريق حصل على بطولات في انجلترا، لكن لما حصل انخفاض في المستوى السنين اللي فاتت استاذ ميس وحرم الفريق من بطولات على مدار 6 سنين او اكثر، بدا النادي انه يشيل الراجل اللي ماسك الاكاديميه الناشئين او السكاوت او اللي متحكم في المواهب اللي تأتي. يعني هنا كانت البدايه السكاوت او اللي هو اللي ماسك الناشئين، هو ده بيبقى بدايه الاصلاح. مظبوط يا استاذ ميس. كمان جابوا مثلا قال لك الخبير الاجنبي، هو مش مسمى خلاص صدر على ورق، يعني كان موجود فنجادا وله كل الاحترام وكان ليه مسيره هايله مع الزمالك، لما جه ما كانش محطه مدير فني للمنتخب، ده دور ما حدش كان فاهمه استاذه لميس، وتقاضى اموال كثيره ردا على رئيس اتحاد الكوره استاذ جمال علام اللي كان بيتكلم انه التفكير في كابتن ايهاب جلال كان عشان سيوله او عشان يبقى مش هيتقاضى رقم كبير، هيتقاضى حوالي 725,000 جنيه. فالقصه بس مش انه المنصب، القصه في التطوير بجد. انا دلوقتي قاعده الناشئين من تحت خالص في الانديه الكبيره والشعبيه، الناس اللي كانت بتروح بنفسها حضرتك تجيب المواهب دي من المحافظات، ده كل ده مش موجود. احنا في اسامي يا استاذه لميس لحد النهارده بقى لها 6 سنين موجوده في المنتخب، سواء مستوى مرتفع او منخفض هو حاجز مكانه اساسي، فبالتالي التطوير مش موجود. وانا اسف لكل الجيل ده، لكن غياب محمد صلاح بدع الاصابه كشف حاجات كتير جدا في مباراه اثيوبيا اللي مش عايزين نفتكرها طبعا. انا عايزين نفتكرها عشان تفضل نبراسا امامنا طول الوقت نبراسا. اسر ارجع تاني لانجلترا، قول لي يعني لاتحاد الكره الانجليزي، انا حاسه ان احنا بنخترع العجله يا جماعه. مين يعني كلمني عن الاتحاد، الاتحاد ده بيرأسه مين؟ مين اعضائه؟ الاتحاد طبعا مكون من 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 مجموعه، في بيبقى كوميتي او في اكتر من حد في هذه اللجنه، بيبقى اسامي خبرات جوه القصه. المشروع كمان حتى انجلترا كانت بتعاني يا استاذه ميس، لكن عملت ايه؟ جددت الثقه في مشروع ساوث جيت اللي قدر شيئا فشيئا انه يحقق، لما وصل قعد يقول لك كامينج هوم وكده، لما وصل بالفريق للمونديال لحتى بس دور الثمانيه او دور ربع النهائي جددوا الثقه فيه. النهارده السنه اللي فاتت بتشوف ان انجلترا في نهائي اليورو بعد اجيال كانت بعيده جدا. فبالتالي احنا دلوقتي في كلام على لجنه خبراء، انا بقول لحضرتك حاجات جذريه، انا مثلا من الناس اللي الدوري دلوقتي القصه كلها في انه مين ياخد الدوري وارقام عقود، لازم يبقى في يعني خطوات كده اقول لحضرتك سريعه، دي بتحصل في انجلترا او حتى بعيد. عندنا في مصر لسه ما بقاش دوري محترفين، لازم يبقى في سقف لرواتب اللعيبه عشان ترجع الموتيف او الرغبه ثاني عند اللعيبه استاذ لميس. الناشئ لازم 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 اقلل الحته في الناشئين، احنا بنشوف ماتشات الحكم واللعيبه بتتعصب، لا احنا ممكن حتى يلبسوا لبس يعني موحد، لكن نشوف ان اللعيبه بتطلع المهارات اللي عندها، يطلع المنجم اللي في مصر، يطلع كل اللي في المحافظات. لكن القصه هنا حتى مش هيراركيه بشكل ما في مصر، انه في سلسله من الاساس زي اللي موجود في انجلترا استاذ لميس، او البيز انه في قاعده ناشئين بتصب على المنتخب في النهايه وبتصب على فريق الناشئين. الحل الاسرع دلوقتي اللي انا اشوفه برضو ان كل الناس اللي قدت مع المنتخب الاولمبي هو الامل، يعني لو انت هتاخد العناصر بس المميزه للمنتخب الاول للاولمبي حتى بالظبط، يعني عشان دي وصلت ربع النهائي مع كابتن شوقي غريب قدام البرازيل فيها عناصر مميزه، حتى عشان ما تظلمش الجيل ده وهو ادى دوره يتشال ويتصعد كتير جدا من لعيبه المنتخب الاولمبي. شكرا يا ياسر، شكرا زميلنا ياسر حسين.